أهلا بحضراتكم من جديد. منذ الصباح وإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي مسألة يعني اجتياح بري وعملية اجتياح بري لقطاع غزة ومطالبة أهالي القطاع بالنزوح من الجانب الشمالي لجنوب القطاع، وده بلا شك تصعيد خطير وغير مسبوق، خصوصا في ظل تلميحات من الإعلام الإسرائيلي ومن كمان مصادر سياسية بدفع الفلسطينيين للنزوح للحدود المصرية، وده الأمر اللي مرفوض تماما من الدولة المصرية، وده تمسكا بحق الشعب الفلسطيني في أرضه قبل أي شيء. أعتقد أنه امبارح كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة في النقطة دي، لما أشار سيادته لضرورة تمسك الشعب الفلسطيني بأراضيه والبقاء فيها. النهاردة كمان ده تم تأكيده من رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمته لما قال أنه إسرائيل تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم، وده أمر مرفوض، وأن شعبنا لن يغادر أرضه. خلينا نسمع مع حضراتكم قال إيه ونرجع نكمل كلامنا. اليوم إسرائيل أصدرت أمر عسكري بتهجير سكان شمال قطاع غزة من بيت حانون إلى جنوب وادي غزة، ودفعت بالناس إلى جنوب القطاع، وفي ذات الصباح قصفت مناطق الجنوب جميعها. إن الذي تريد إسرائيل هو خلق منطقة عازلة خالية من السكان وتهجيرهم، ليس من شمال غزة فقط بل من كل قطاع غزة، وهذا يشمل أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وهذه أيضا جريمة حرب. إن شعبنا لن يغادر أرضه، ومنذ عام 1950 وإسرائيل تحاول توطين اللاجئين في الدول العربية، واليوم تحاول توزيع سكان قطاع غزة على دول العالم. هذا الأمر لا نقبل به، وشعبنا يعي ذلك ويعي معنى اللجوء، ولن يتكرر. تتكرر المذابح على أيدي الإسرائيليين، ولكن لن يتكرر اللجوء أو الهجرة. حان اللي بيحصل دلوقتي من الجانب الإسرائيلي ده دافع لسيناريو هيضر بالمنطقة وهيؤثر على الأمن القومي لمصر وللمنطقة ويؤد أي جهود للسلام. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل مع ضيفنا النهارده اللي منورنا في الاستوديو، أستاذ محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. مساء الخير على حضرتك. وبداية تحذيرات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس حدثت اليوم، ومسألة تهجير الفلسطينيين إلى الجنوب، هذا ما تحدث عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وحدث اليوم بهذه الإنذارات وفرض الأمر الواقع على الفلسطينيين في غزة للانتقال من الشمال للجنوب، ماذا يعني ذلك من وجهة نظرك؟ خليني في الأول نتكلم على فكرة الثوابت المصرية، ده من خلال ما طرحه أمس الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ماذا ترى، كيف ترى مصر القضية الفلسطينية بشكل عام، وما هي الثوابت المصرية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وفقا حتى للتطورات الجارية الآن في الأراضي المحتلة أو استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فيما يتعلق بهذه النقطة اللي هي الخاصة بقيام قوات الجيش الإسرائيلي اليوم بتوزيع منشورات على سكان قطاع غزة، بتدفعهم يعني أو بتدعوهم إلى ترك شمال غزة إلى جنوب غزة، يعني بالقرب من الحدود المصرية. القصة هنا احنا بنتكلم، لو احنا اتكلمنا على فكرة ان هو عدد سكان قطاع غزة قد ايه، عدد سكان قطاع غزة بنتكلم في حوالي 2.3 مليون يعني نسمة، يعني بنتكلم إسرائيل تسعى من خلال، وطبعا أعطتهم 24 ساعة فقط للإيه؟ للنزوح الداخلي من شمال القطاع إلى جنوب القطاع، وأعطتهم فقط 24 ساعة. ده عواقبه الإنسانية بالتأكيد هتكون عواقب جسيمة. عواقب إنسانية هنا جت مش كمان على لسان إن هو وكالة الأونروا حذرت من هذا الأمر، جت كمان على وزارة الخارجية المصرية أكدت اليوم خطورة ده ومخالفته لقواعد القانون الدولي الإنساني. كمان مندوب فلسطين في الأمم المتحدة اليوم، طبعا كان في جلسة في مجلس الأمن اليوم دعت لها دولة البرازيل، ومندوب فلسطين في مجلس الأمن دعا أن إسرائيل تسعى إلى عمل نكبة أخرى للشعب الفلسطيني من خلال حالة التهجير القسري ودفع الفلسطينيين إلى ترك
إلى ترك أرضهم. هربط ده باللي قاله امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اتكلم على فكرة دعا الشعب الفلسطيني ودعا أهالي قطاع غزة إلى التمسك بأرضهم وعدم ترك هذه الأرض، لأن هناك هدف إسرائيلي مما تقوم به الآن، وهو محاولة تصفيه القضية الفلسطينية. الأمر هنا ليس متعلق فقط بفكرة أن هو أن مصر لديها قلق ما من فكرة نزوح فلسطيني، ولكن هو متعلق بشكل أهم وبشكل أكبر بالقضية الفلسطينية، أن مصر تحذر من مخطط إسرائيلي لتصفيه القضية الفلسطينية، وأن ما تقوم به إسرائيل من عملية تهجير قسري الهدف منها هو نكبة جديدة، وفكرة أن الاثنين مليون غزاوي او الاثنين يكونوا مشتتين في كل بقاع الارض. لا نتحدث عن مصر، ومصر حذرت من ذلك. يعني التحذير هذا كمان جاء من فكره ان مصر يعنيها حقوق الشعب الفلسطيني، يعنيها دعم مصالح الفلسطينيين وحقهم في اقامه دولتهم المستقله.